احنا بالنسبه لنا دا نحكي بشكل مباشر للجمهور، الجمهور دا يسمعنا، من حق الجمهور يبدي وجهة نظره سواء ايجابيه او سلبيه، من حق الجمهور ايضا يصنف علينا، هذا شيء طبيعي يعني. تدري احنا شعب لا احنا شعب اصلا يحب النكته ويحب فكلش طبيعي يعني. السيد رئيس المجلس كان يصحح لبعض الاخوه النواب، اولا هاي لغه ماليه ولغه قانونيه ولغه تشريعيه، العديد من النواب ما عندهم هاي الممارسة السابقة بهذا المجال. شهرين مو كافية، 3 شهور مو كافية، هاي لغة يعني الناس تعترض على فقرات ما تعرفها هي شنو، هاي النواب يعترضون على فقرات ما يعرفوها يعني يقروها. هاي ما تفقد ثقة الشارع بمجلس النواب يقول لك ما يمتلكون الشهادات أو الفكر الكافي؟ بالعكس، هو اختصاص، احترامي لكل السادة النواب بالتأكيد. أقول هو اختصاص يعني، مو أكو اختصاص واحد عنده يعني ماذا عنده دكتوراه بالمحاسبة، عنده واحد دكتوراه بالمالية، واحد عنده دكتوراه مثلا التصويت من رئاسة البرلمان كان خطأ أم كان شكل صحيح؟ لا بالعكس، تصحيح السيد رئيس مجلس النواب كان صائب باعتبار ما يلفظ يكتب بآخر موازنة يعني اللي ما بعد التصويت يعني احنا صوتنا على نص مقروء مو مكتوب، فالمقروء يعتبر خلص فحسن. فسيد رئيس المجلس كان يصحح العبارات، كان يصححها لأن من تروح لدائرة التشريع في مجلس النواب يأخذون اللفظ مثل ما يلفظ مثل ما لفظت تأخذ، بالتالي نغادرها بدون هي عملية يعني فقدان ثقة ممكن تكون بين كلش طبيعية يعني. أنا ما أشوفها، أنا أشوف اللغة أخذت حجم كبير، متن الموازنة متن قوي يعني نصوصه قوية، يعني نصوصه بنيت بطريقة قانونية سياسية مالية، فلسفة الدولة بيها يعني إذا يعني حتى شخص يقراها بشكل سليم يحتاج لوقت يعني طويل، لازم يفهم الأسس المالية، الأسس الاقتصادية، الأسس يعني صحيح. اللغة مالته تصير لغة إدارية، لغة قانونية، لغة مالية، لغة اقتصادية حتى يقدر، فمن يقرأ النص رأسا يعني دورات ما يتوفق ما يجيده بشكل صحيح. طيب.